وخطابي هذا ليس لهذه الوجوه الطيبة، إذ لولا شعوركم بالمسؤولية لما حضرتم إلى صلاة الجمعة جزاكم الله خيرا، وإنما الخطاب إلى عامة الناس وكل المجتمع، وخاصة أولئك الذين يعتبرون أكو طبقة معتد بها في المجتمع، يعتبرون كأن الكلام ليس معهم، أي كلام الشريعة، كلام الله ورسوله ليس معهم، وأنهم غير مشمولين أصلا بتعاليم الدين والعياذ بالله. فإذا قلت له شيئا قال لك تصير براسي متشرع، تريد تستشرع، كأنه يسخر منك. من قام من قبر فشاخ؟ هؤلاء خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يكفي أن نلتفت، سبحان الله، شوفوا، يكفي أن نلتفت أنني دعوت عدة فئات للتوبة من هنا، وهم السالكون والعشائر والسدنة. أما السالكون فقد تاب كثير منهم جزاهم الله خيرا، أي التائبين جزاهم الله خيرا، وإلا الذي لم يتوب لا جزاه الله خيرا وأذاقه حر الجحيم، محل الشاهد. وأما العشائر والسدنة فلم نجد منهم أي أثر إلى هذه اللحظة، وما ذلك إلا لأنهم يفضلون دنياهم على دينهم، وهذا ليس سوءا للحوزة إطلاقا، وإنما هو سوء لهم وضرر لأنفسهم ومسؤولية لهم أمام الله تعالى في الدنيا والآخرة. وإنما نصحناهم بما فيه خيرهم ورضاء ربهم عنهم، كما يقول الشاعر: على المرء أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا، وعلى أي حال لا زالت الفرصة موجودة لهم إلى الآن، بأن شنو؟ بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وليس أن يتوبوا إلى سيد محمد الصدر، ليس كذلك طبعا، ولا زالت الفرصة موجودة لهم إلى الآن، وستبقى مفتوحة لهم باستمرار ما دام المرء في هذه الحياة، وما دام النفس يصعد وينزل، ولا زال الحديث عن المرأة موجودا، ونعود إليه في الجمعة الآتية إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة.